حبيني. جات الفكرة في بالي كذا. شو عم بيقولوا كانوا؟ إن الموضوع يعني غير متوقع، كأني من هاوية إلى فنانة. أنت ظاهرة هلأ في عندك لقب معين؟ عادة أهلي يسموني الملسوعة. عن جد؟ والله. ليه؟ ما أعرف. لا ما تبكي، جايبك أكلة. لا يا شيخ، شو أنا أحب كل شيء في الطير إلا مطبات. غني لي بالجو الاثنين 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق.